تقدم ثمين لقوات الجيش والمقاومة في شبوة. وصفته قيادة العمليات العسكرية بالتقدم الأكبر منذ بدء المعارك في غرب المحافظة، وتحديدا في عسيلان النفطية. في هذه الصور عناصر المقاومة الشعبية والجيش الوطني يستعدون لمعركة تحرير بيحان القريبة من محافظة البيضاء، بعد أن سيطروا على أجزاء واسعة من عسيلان وعززوا مكاسبهم العسكرية فيها. بينما لا تزال القوات تتقدم باتجاه السلاسل الجبلية في الجهة الشمالية الغربية. في أفضل التقديرات لا تسيطر الميليشيا إلا على مدينة بيحان والعين في أطراف المحافظة ومناطق العلم والسليم والصفراء. وفي نظرة سريعة على خارطة تقاسم النفوذ في شبوة، في عتق وحدها تحضر الدولة، وفي عزان ثاني أكبر مدن المحافظة يسيطر تنظيم القاعدة منذ أيام. أما بقية مديريات شبوة فتظل مناطق غائبة عن عيون الدولة وفي هامش الاهتمام الحكومي. كذلك يبدو الشريط الساحلي مهملا ومفتوحا على مصراعيه، الأمر الذي دفع بعض النافذين في المحافظة لإنشاء موانئ خاصة بالتهريب. في ظل العملية العسكرية الجارية في غرب المحافظة ودخول الجزء الآخر منها في قبضة القاعدة، يتساءل الناس عن جدوى الدور الحكومي، ولماذا شبوة بالرغم من أهميتها الاستراتيجية كمحافظة نفطية وساحلية؟